أستاذ كميل، في معظم الكتابات والتحليلات الخاصة بهذا المؤتمر، يعني هذه النتائج المتوقعة في أغلبها ستكون متواضعة، لماذا برأيك هذه النبرة غير المتفائلة بهذا القدر؟ يعني في واقع الأمر الخلافات الليبية، سواء الليبية الداخلية أو الإقليمية التي تنعكس على الداخل الليبي، توحي بأنه أن هناك هوة واسعة بين الأطراف المحلية والإقليمية. ولذلك فإن المتوقع أن يكون البيان الختامي الذي سيصدر عن هذه القمة هو بيان يجمع بين الأمور التي يجمع عليها كافة الأطراف الليبية والإقليمية. ولذلك فإن هذا البيان الختامي سيكون مصاغا بطريقة عامة، هو سيشكل خطوة أولى يمكن البناء عليها، هو يعني سيشكل كما يأمل المبعوث الدولي الخاص غسان سلامة أن يشكل دافعة لجهود الحل الليبي التي يقوم بها. ستكون هناك متابعة لهذه الخلاصات التي ستنتج عن القمة، ستكون هناك لقاءات شهرية للجنة على كبار المستشارين السياسيين من الدول المشاركة برئاسة غسان سلامة، وستكون هناك لجان متابعة تجتمع في شكل نصف شهري وتتولى المتابعة الدقيقة لما يمكن أن يطبق من البيان الختامي لهذه القمة. إذن نعم النتائج المتوقعة عن قمة برلين ستكون متواضعة، لأن الخلافات خلافات تبدو جوهرية والعقد مستعصية على الحل، ولكن كما قلت قبل قليل هذه القمة ستشكل كما يأمل غسان سلامة خطوة أولى يمكن البناء عليها من أجل التقدم نحو حل سياسي للأزمة الليبية.